قناة الأبيض تي وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. النهاردة توقعات النهاردة معانا توقعات وداد جابر لدولة لبنان بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا وفعل الجرس عشان يجيلك الإشعارات بكل فيديوهاتنا أول بأول وداد جابر توقعت توقعات خطيرة في عام 2021 لجميع الدول العربية والأجنبية هنبدأ بتوقعاتها لدولة لبنان بتقول اكتشاف من وراء تفجير المرفأ ومنهم الي السجن ومنهم من سيطلبون اللجوء السياسي حدث امني كبير بين حزب الله وبين اسرائيل سيؤدي الي حرب تصل الي عمق اسرائيل وتؤذي عدد من البلدات اللبنانية اختفاء حسن نصر الله وظهوره في مكان وسيكون هذا المكان هو الحدث نفسه الخطر سيكون حول نبيه بري وسعد الحريري وجبران باسيل وسمير جعجع ووليد جنبلاط والمير طلال رحيل السوريين من لبنان بتسهيل من بشار الاسد وكأنهم لم يكونوا يوما نعي اذاعه لبنانيه مهمه احدى اعلاميها المهمين البطريرك الراعي في خطر كبير واسمه وصوره سيملؤون شاشات الاعلام اخراج مساجين سوريين ولبنانيين من السجون السوريه تحسن كبير في الكهرباء انخفاض سعر الدولار وارتفاع الليرة بنسبة بسيطة النصف الثاني من سنة 2021 سيكون أفضل من النصف الأول رفع الدعم عن التبغ والفول والطحين وعن المواد الأساسية سيطر داعش على عدة مناطق لبنانية فرنسا ستؤيد الحكومة اللبنانية في السياسة والاقتصاد الرئيس ميشيل عون وسعد الحريري سيكونان في واجهة الإعلام وعلي مواقع التواصل الإجتماعي إغتيال لثلاثة أشخاص من الحكومة ورجال أعمال وشخص من الثورة النار والبرود سيكونان في قلب الثورة وساحة الشهداء ستكون ساحة للشهداء من جديد حزب الله في غزة ترميم ما تضرر من المباني جراء انفجار المرفأ المظاهرات ستقوى أكثر بكثير من الأول انفجار غاز وبنزين يؤديان إلى كارثة بشرية ارتفاع في أسعار البنزين والغاز والتبغ والمشروب وفاة فنان مشهور في حادث غريب ستزرف عليه الدموع انفجار اجتماعي واقتصادي كبير لن يرحم السياسيين وانتعاش الوضع الاقتصادي في منتصف عام 2021 وكوارث في المصارف وسيحاولون مس الذهب الاحتياطي تضرر كبير لعده مناطق لبنانيه في فصل الشتاء وحوادث وضحايا هزات ارضيه وزلازل سيتركوا اثر بلبنان تفاهم لبناني وسعودي سيسفر عن امور جيده لمصلحه البلاد منطقه بعلبك ستبقى بين النار والدخان انفجار داخل لبنان سيؤدي الى كارثه بشريه الأنظار ستتوجه الي الضاحية الجنوبية بسبب أحداث كبيرة وفضائح كثيرة ، إلقاء القبض علي فضل شاكر ومحاكمته ، ترشق اتهامات بين جبران باسيل والرئيس ميشيل عون ستظهر للعلن ، وانقسامات في الحزب العوني ، مشاكل في المخيمات واغتيالات لشخصيات فلسطينية علي يد أشخاص فلسطينيين اكتشاف شبكة إرهابية داخل لبنان ستحضر لأعمال إرهابية ولكن بعد فوات الأوان ، ثلاثة اغتيالات ستهز لبنان ، تكرار اسم هتلر بعدة مواقف ، حدث لطائرة لبنانية ستسفر عن ضحايا وأنظار العالم تتوجه إلى المطار ، رجال دين أمام المحاكم ومنهم في السجون والحجر علي ممتلكاتهم والأموال المنهوبة قسم سيعود وقسم سيحرر وقسم العوض على الله لأول مرة سيكون البترول اللبناني مرجعه للشعب خضة وسواد فوق رأس سمير جعجع حدث كبير في سجون رومي وسجون أخرى ومحاولة هروب داعشيون من السجون من جديد وفاة شخصيتين سياسيتين سابقتين بداية عام 2021 سيزداد انتشار الكورونا وستغلق المدارس والمنتجعات السياحية وسيكون هناك حداد كبير في الوجه الطبي مقتل عدد من الارهابيين في لبنان وفاة فنان مشهور بحادث غريب الكورونا لن يرحم السياسيين احتراق باخرة تصفية جميع الاشخاص الذين يعرفون من وراء انفجار المرفأ جميع مطاعم ماكدونالدز في خطر صرخة استغاثة بمنطقة الشرقية ، خروقات أمنية علي الحدود اللبنانية والسورية ، عودة التهجم علي الإعلاميين بشكل همجي ، محاولة اغتيال حسن نصر الله ، فاجعة لبنانية جديدة في بلد الاغتراب ، عملية انتحارية في الشمال ، وجرحى في أمن نبيه بري ، الدولار يرتفع الي خمسة عشر ألف ليرة يتصدر اسم بلادن الواجهه الاعلاميه واكتشاف حقيقه صادمه بانه على قيد الحياه وسيعود الى اعماله الارهابيه صدمه تخص زياد الرحباني وحدات في بيت الرحباني انتحار مغني شهير انفجار قرب قناه ال بي سي وفاه قنصل في لبنان عوده مشهد بوستر عين الرمالي جريمه في نفق المطار البنك المركزي وتبييض الأموال، مظاهرة للشعب السوري في شوارع بيروت، زلزال سيبدأ من البحر المتوسط ليصل إلى تركيا ولبنان وسوريا، انفجار جديد في مركز لحزب الله سيسفر عن ضحايا، تسكير ميتم، وصدمة جديدة للسيد حسن نصر الله لفراق شخصية مقربة منه عودة سيرة ياسر عرفات للعلن وحقائق ستشف ستصدم الكثير عودة سيرة بنك المدينة خطر كبير حول الممثل عبد شاهين واكتشاف واكتشاف دواء للسرطان خلال هذه السنوات إقفال أجير وانقطاع الإنترنت لفترة بعض الدول التي طبعت مع إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا وأولهم الإمارات مشاكل بين لبنان وتركيا وسوريا والهدف واحد هو الجولان عمل إرهابي داخل مركز للدولة تلال الشعب مراكز الدولة ورفع قبضة الثورة داخلها اكتشافات رهيبة وغريبة عن كائنات فضائية وحدات في الوسط الفني والطبي من جديد انتهاء فيروس كورونا تحديدا في شهر يونيو في منتصف العام ولكن تبقى ذيوله إلى آخر السنة ولن تفيد جميع الادويه التي يصنعوها ولكن سيكتشف دواء من عشبه في قريه فقيره جدا في الخارج وبكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقه النهارده من توقعات وداد جابر لدوله لبنان توقعات خطيره وصادمه بنتمنى كل الخير والسلام لدوله لبنان وشعبها الجميل شكرا لكم حسن المتابعه استنونا في فيديو توقعات جديد بكره ان شاء الله ما تنسوش اللايك والشير وتابعونا كمان من قناه توقعات 2021 دمتم بكل خير وحب وسعاده